قالوا نعم. حبيبتي بشرى كيفك؟ منيحة. شوفي، تفاجأتي كتير باللي عملتي؟ ليش؟ ما كان متوقع اني افسخ خطتي؟ بالاول كان لازم تسمعي شوي. معقول تبعتي له الخاتم بدون ما تحكي معه؟ ما بصير تعملي هيك. ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك يا سمر. هيك احسن إلنا. حكيتي هالكلام لمهند؟ لسه ما شفته لقله شي، وما اتصل بعد ما بعثت له الخاتم. عن جد ما حكاكي؟ عن جد، بالاساس كان عم يتمنى هالشي. رجاء بلا هالحكي، لسه لهلا ما صحي وبس يصحى اكيد رح يتصل. طالما انه ما اتصل بعد ما استلم الخاتم، انا برايي بلا ما يتصل احسن. انا رح قلك يلي صار. امبارح بالليل شرب وتقل بالشرب، وكان عم يشرب بقهوه الصيادين، يعني مو موجود مع وحده تانية. وانت كمان بتصدقي هالحكي؟ طبعا، لانه عدنان راح جابه من هنيك، ولما جابه كان سكران ومطفي على الاخير، ولما فاق الصبح ما بتعرفي قد ايه كان خجلان. حتى لما استلم الخاتم كنا جنبه، ما فهم ليش فسختي الخطبه معه. طيب ليش ما اتصل لهلا؟ ما بعرف، يمكن لانه متضايق منك. امبارح حاولت احكي معه، بس من كتر ما كان كرهان حاله ما حاول حتى يسمعني، ولهيك ما بعرف ليش ما اتصل فيكي. بس انا سمعت انه طلعوا مع بعض. مهند ليش حتى يطلعها بسيارته؟ شو صار اذا طلعت معه؟ اكيد بيكون وصلها لشي مكان على طريقه. هيك قولك؟ طبعا. خلينا نستنى ليصحى من سكرته، اكيد رح يحكي معك. ان شاء الله، بس هو عنيد ويمكن ما يتصل. طيب اتصلي انت فيه. لا، مستحيل اتصل فيه. اذا صار اي شيء اكيد رح تخبريني، مو هيك؟ اكيد رح خبرك. الف شكر لك يا سمر، ما تاخذيني لاني عم عزبك معي بقصصنا. طمني بالك وسلمي على اهلك. بيوصل. شكرا لك. باي باي. مهند؟ مهند؟ شوفي، حكيت مع بشرى، ليش لهلأ ما حكيت معها؟ شو؟ ايه، البنت كتير متضايقة. يا الله، ليش عم تتدخلوا بالقصة؟ ما بعرف. هي بعتت الخاتم ومش الحال. انت اكيد لسه ما صحيت. ما حدا يتعب حاله ويتدخل، لانه الموضوع انتهى عندي. اساسا حاسس حالي كاني بسيرك. قال خطبة، قال من شان الله. شو هالحكي؟ اكيد ما ضل عقلي براسك. بالعكس، هي اول مرة بيكون عقلي براسي. انا زلمي ما بنفع للزواج، وما بدي اظلم هالبنت. بما انه بعتت الخاتم خلص بلا تخريف وحش تحكي كلام فاضي. حرام عليك، عمك مانو حابب تنتزع هي العلاقة، وانا كمان ماني حابة. بشرى منيحة. من شو خايفة سمر؟ مفكرة اني رح سبب لك مشاكل؟ امبارح المسا لما كنت سكران قلت انا بحبك، قلتها وانت عم تطلع بعيوني حتى قدام عدنان.
كنت سكران. ما كنت عم بقول لك، ما كنت بعقلي ابدا. واحد سكران والسكران بيحب كل الناس. هيك صار. سمر، ما عاد اعمل اي شيء يضايقك ويحطك بموقف صعب. هاد وعد مني. اتصل ببشرى وراضية، بترجاك لبقى تضايق هاي البنت. رح خليهم يحضروا لك الفطور. هلا ما بدي اكل، بدي ادوش بعدين باكل. مثل ما بدك. Thank you.